وصل صوتك. سألوا المعجبين على قالوا سألنا وائل عن برامج المواهب، علاش ما يحبش يكون في لجنة حكم؟ يستحق يكون موجود، فعلاش مش موجود؟ أنا برائب أوقات لما في مؤخرا عملوا إذا بدك الانترفيو أو شو بيقولوا له هيدي الأوبنينج إذا بدك تبع The Voice قريت كذا تعليق أنه طيب ليش ما بتجيبوا وائل جسار مثلا، هاني شاكر كذا كذا. بسطت من جوا، أنا فرحت من جوا، ولكن طبعا أنا أكن للأم بي سي كل الاحترام ولكل اللي هلأ موجودين ضمن لجنة الحكم. بالنهاية هيدا الشيء بيرجع للأم بي سي وكل عندك المدراء الرغبة اللي فيه. عندك الرغبة؟ أنا عندي رغبة طبعا، ما عندي أي مشكلة، بالعكس. شو قولك في اللجنة الجديدة أحلام إليسا حمائي وبقاء عاصي؟ بصراحة هلأ نحن بعد ما شفنا، يعني ما هو بعد ما شفنا شيء، لكن نعرفه نحن. بالنهاية ما فينا نحكم على الإنسان قبل ما نشوف شو اللي بده يقدمه. الوزن الفني نعرفه، كل فنان وزنه الفني موسيقيا. طيب كل إنسان، كل فنان، لو كاظم شيرين صابر وعاصي، اليوم عندك أحلام إليسا حمائي وعاصي. ما فينا نستهين كمان بجماهيرية الأربعة، لكن هذا موجودين. برنامج اختيار مواهب لا شك، وبرنامج كوتش إنه قازم الساهر كان له التقل الأكبر، وكان يمكن هو الأكثر واحد فهمان بكل الاشياء او بكل المواهب. اليوم مش كون عنده التقل الاكبر، هو خلينا نحكي صابر الرباعي طبعا، شيرين لا شك من الاصوات الجميله واكيد تفهم بالمواهب، طبعا عاصي تاريخ ونفس الوقت. حسيتك ميل على اللجنه القديمه اكثر من اللجنه الجديده؟ اللجنه القديمه تعودنا عليها، وفي نفس الوقت بتحس انه يعني مظبوط لجنة ومظبوط يعرفوا يقدروا المواهب. اللجنة الجديدة أحلام طبعا ما فينا نستهين بتاريخها. حمائي من الفنانين اللي أثبتوا وجودهم على الساحة المصرية بشكل كتير كبير، لكن مش أصوات عربية، مش أصوات طربية، ولكن عنده أحساس، عنده أعمال ناجحة أثبتت وجودها. إليسا طبعا ملكة الأحساس، كان عندها تجربة ببروغرام إكس فاكتور، وعنا عاصي حكينا عنه يعني طبعا